يا ترى مين بقى غير بوتين اللي مفروض برضو نراضيه على حساب مصر وعلى حساب الجماهير؟ نسمع كده الاوتيل اللي قعدوا فيه بتاع مين؟ في بعثة مصر نكشف أسرار إقامة المنتخب في جروزني وكيف تأثر أداء الفراعنة سلبا في المونديال. فندق الإمارات ورئيس الشيشان. تبين خلال الأيام الماضية أن الفندق مملوك لولي عهد الإمارات محمد بن زايد وتم افتتاحه في شهر مايو الماضي. وكشف مصدر بالجبلاية رفض ذكر اسمه أن الجانب الإماراتي اتكلم مع مسؤول اتحاد الكرة من أجل إقامة المنتخب في الفندق ده عشان دي أحلى دعاية للمكان. أي عميل دلوقتي أو أي نزيل أقول له منتخب مصر نزل هنا. يعني عملت أنا إعلانات مع 22 نجم من نجوم الكرة المصرية ببلاش. لا وكمان إيه دفعوا لي فلوس. كما حرص رئيس الشيشان رمضان قديروف على استغلال وجود محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي في المدينة ما بعثت الفراعنة من أجل زيارة التدريب وتحية الجماهير. إذن القصة كلها زي معصام الحضري بزنس في الأوضة بتاعته. أنا عايز أسألك سؤال، هو عصام الحضري ده كان يجرؤ يعمل كده مع ناس نظيفة؟ يأجر أوضته وياخد على الراس؟ استحالة. لكن عصام كان شايف إن الموضوع كله بزرميط، كان شايف وعمل بالمثل اللي بيقول إذا كان رب البيت بتدف ضاربا فشيمت أهل البيت القلع عريانين. لما شاف اتحاد الكورة بيبزنس مع ولي عهد أبو ظبي وينزل في الاوتيل يعمل خير دعايه للمكان للاوتيل لسه شاري جديد ويعمل دعايه لرئيس الشيشان وفي نفس الوقت ما نزعلش الرئيس بوتين لانه وقف معانا في 30/6، منتظر ايه من عصام الحضري او من اي شخص عنده ضعف نفسي شويه تجاه الفلوس او الستات او السبعات؟ ما كلها بقت بزرميت بقى. السؤال الثاني بقى، يا ترى الفندق ده كان بعيد قوي كده؟ نشوف الفندق ومشكلة المسافة كده. ده بقى افتتاح الفندق عشان ما حدش يكذبنا، أدا الفندق وده محمد بن زايد أو يعني مندوبه وده رئيس الشيشان رمضان قديروف. وهم شركاء في الفندق مع بعض زي بتقول الأخبار وراح افتتحوا من حوالي شهر. عايزين دعاية والرجل تيجي عليه وكأس العالم جاي. عندنا مصر ممكن تجي لنا بتليفون وينزلوا ياكلوا ويشربوا ويناموا ويدفعوا فلوس. ادي مندوب الامارات ممثل الشيخ محمد بن زايد وهو بيتفرج على الفندق بقى وقاعاته وحركاته. ويا فنادقك يا فنادقك يا اوتيلاتك يا شيشان. انما ايه مشكله الفندق؟ ما يقعدوا في الفندق، انت مالك حمقي قوي ليه كده؟ ايه بقى مشكله الفندق ده؟ ادي يا سيدي مسافات اللي اللعيبه او اللي الفرق قطعتها. بص بقى، كل فريق من دول قدامه علمه واسمه والمسافة اللي قطعها عشان يلعب كورة. نختار كده فرنسا مثلا، فرنسا اهو قطعت مسافة 2649 كيلو مثلا، خد أعلى رقم. خد أرجنتين اهو كانت في موسكو قطعت مسافة 887 كيلو مثلا. مثلا أورجواي مثلا، يا راجل سيبك من أورجواي، السنغال تحت آخر حاجة ايه؟ 2680 كيلو، السنغال ها؟ طب تعال نشوف دولة غنية، إنجلترا مثلا غنية؟ قطعت 3554 كيلو. إنجلترا غنية تدفع فلوس. ألمانيا، ألمانيا دولة غنية جدا. كانت في موسكو قطعت مسافة 2134. تعال شوف مصر بقى عملت إيه؟ مصر أول واحدة خالص على الشمال وانت داخل قبل باب الحمام. ايجيبت جروزني 5288 كيلومتر. 5288 كيلومتر. يعني اللعيبه دي اتفرمت. اتفرمت. ده مجموع الثلاث ماتشات. يعني كل الارقام دي مجموع الثلاث ماتشات. هنا بقى بص بقى، ادي ايه؟ ادي الخريطه بتاعه المنتخب او المسافات يعني الملاعب. وازاي المنتخبات اتحركت؟ بس انا بدور على جروزني اهي 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 جروزني اهي اهي تحت خالص في الخريطه، شايفها علي؟ جروزني، وادي مسافه قطعتها مصر الملعب الاول، صح كده؟ صح؟
التالت ده اخر ملعب المج... اه ده الجيم تلاتة اهو الملعب المرمى مش... وده التاني اهو فوق، يا خبر ابيض دي مسافه جامده قوي دي. اه الماتش الاولاني ده ايه يا عم؟ ايه ده الخريطه في مصر رافعه رجليها زي كده؟ ده كلام ايه ده؟ يعني اول ماتش، اول ماتش اول ملعب اهو المسافه دي كلها، وتاني ماتش المسافه دي كلها، وتالت ماتش يا دوب اللي كنا طلعنا فيه بقى خلاص. اه يعني على حسب ما علي بيقول لي كل ماتش كان بيسافر المسافه دي كلها ويرجع تاني، يعني لعيبه مصر تخرج من جوريزني تخبط المشوار ده وترجع تاني، والتاني ماتش خبطت المشوار ده ورجع التاني، وتالت ماتش نفس القصه. طب انت عايز ايه من اللعيبه دي فعلا؟ بجد والله عايز ايه من لعيب قطع في كام يوم يا جماعه؟ في اسبوعين؟ اسبوعين؟ اسبوعين تلات اسابيع؟ 11 يوم. عايز ايه من لعيب من فرقه في 11 يوم قطعت 5000 كيلو متر طيران؟ رايح جاي وشنط وشيل الشنط وحط الشنط. اصلا لما بيروح الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي بيروح يلاعب مثلا غينيا، فريق في غينيا او غانا، بيقعد قبلها بعد 3 4 ايام يرتاح الاول. يعني يسافر عشان يبقى هادي وخد على الجو وخد على المكان. وخلي بالك دي ان في دي فروق درجات حراره بقى، وفروق طقس، وفروق ضغط، وفروق كل حاجه، وبعدين فروق حتى في اي حاجه. فانديه زي الاهلي والزمالك لما بيروحوا يلعبوا في افريقيا بيروحوا قبل المباراه الدوله، بيروحوا قبلها بثلاث اربع ايام، ياخدوا على المكان وعلى الاجواء ويعملوا تمرين وتمرينين كمان، وبعدين يلعبوا الماتش ويرجعوا تاني يوم. 5000 كيلو متر، يعني كان فرقه مصر راحت مثلا دولة على بعد 5000 كيلو متر بس راحتها متقطع ورجعت، اللعيبة دي اتدمرت. يعني انت جاملت بوتن بتاع 30/6 وطحنت اللعيبة في المجاملة، جاملت محمد بن زايد في الاوتيل وطحنت اللعيبة في المجاملة. وانت ممكن ما تكونش متعاطف مع اللعيبة اصلا ولا اشكال دي عصام الحضر بتاع، بس هو السؤال اللعيبة دي لما اتفضحت وحققت النتيجة دي مين اللي اكتئب؟ عصام الحضري؟ انت؟ يعني هنا بوريدة لم يتلاعب ب 22 لاعب، لا ما طحنش 22 لاعب اكراما لعيون محمد بن زايد ولا اكراما لعيون بوتين عشان 30/6، ده طحنهم وهو ناسي خالص ان في ملايين المصريين ستات ورجاله واطفال خاب املهم وحسوا باحباط نتيجه الفساد اللي كانت نتيجته الاخفاقات الكرويه دي.